جمعية الوفاق وجمعية المروك على الفرصة اللي تاحوا لنا. كنشكر ديالنا لاعبين البرازيل اللي فيهم الأصدقاء ديالي اللي شاركوا معنا بحال إيمرسون لعب معايا في فريق البلاد البيضاوي، غورينكون اللي لعب معايا في دينامو كييف، وبعض اللاعبين اللي تلاقينا معاهم في مقابلة كنا كناخدوها. كنشكروا اللاعبين الجيل ديال 2004، اللاعبين اللي لعبوا في 2004 مع الستاف تكنيك والستاف ميديكال اللي حاضرين معنا. فكيف كتعرفوا فأي واحد كيكون سبورتيف دو هو نيفو كيكون لاعب المستوى العالي، فاش كيبقى في الكارير ديالو إلا خاصو يبقى حافظ هذيك الطراوة البدنية ديالو. وحنا كيف عرفتوا يلا مؤخرا خلصنا لا كارير، فكتشوفوا الدراري كلشي تقريبا حتى واحد ما هز لوبوا حتى واحد كلشي بخير. دونك ودكتور وشهد دونك الفليك حنا هنايا جينا باش نشاركوا فهاد ليفينمون اللي هو باش نفرحوا الناس ديال العريش ونساهموا مع الجمعيه ديال الوفاق باش نعاونوا هاد الاطفال. وحنا جينا هنايا باش نحيوا هذيك صله الرحم مع الجمهور وباش نمتعوهم كيف حنا كنتمتعوا في التيران. فحنا كلشي الهم ديالنا واللاعبين البرازيليين حتى هما غادي يحاولوا يشاركونا في هاد لو شو باسكو سي ان شو بوغلو. حنا غادي ناخذوا لو بليزير ديالنا في اللعب وكنتمنى انتوما من الخارج تمتعوا معنا. فهذا هو المهم من هادشي كامل. فباش رجع لشي اسئله كانوا طرحوا قبل، فاي لاعب كيحضر هنا كيحضر هنا الا كيحضر بواحد الشرف باش يشرف هاد الجمعيه وباش يشرف الناس اللي الجمهور ديالنا. فالمسائل الماديه فاخر حاجه كنفكروا فيها حنايا كلاعبين. فالاعمال اللي كنقوموا بها حنا مع جمعيات في جميع الاحياء في جميع اركان المغرب فحنا متواجدين، والاصدقاء ديالنا البرازيليين حتى هما كيقوموا بنفس الشيء. فحنا جينا متعطشين باش نشاركوا الجمهور المغربي وجمهور العريش، فهما تما متعطشين باش يشاركونا في هاد التظاهرة. ونتمناو يخرج كلشي متمتع في الاخر ويكون كلشي فرحان ويكون نكونوا درنا لكم واحد لو شو اللي تمشوا فرحانين به ديالكم ان شاء الله.